أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. يوم 21 مارس إذن هو اليوم العالمي للغابات، وكذلك يوم 21 مارس كاين يوم عالمي هو اليوم العالمي للمصابين بالتريزوميا. يوم 22 مارس هو اليوم العالمي للماء. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. شخصية اليوم هي أبو سعد العلاء ابو سهل، ولد عام 1940 ميلادي، كان عالم رياضيات وفيزياء وطبيب ومهندس في علم البصريات. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها لا تسرف في المياه. لا تسرف في المياه، فيها خير فيها نقاء، فيها نماء للأحياء، فالماء نبع الحياة. وانتم كذلك يا أحبائي الأصدقاء، ياراكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا في حصتنا عمو يزيد، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد. عمو يزيد.